الاغتيال في تونس لم يطل السياسيين فقط، وإنما طالت يده اغتيال الأمني. بعد 3 أيام من اغتيال محمد الإبراهيمي استشهد 9 جنود في شهر رمضان المعظم، حادثة انتهكت فيها كل المعايير والضوابط الأخلاقية من خصائص الشهر الكريم. 9 جنود تم التنكيل بجثث بعضهم وتجريدهم من ملابسهم العسكرية وأسلحتهم في كمين تم نصبه في جبل الشعامبي يوم 29 جويلية 2013. ويأتي هذا الحادث وتونس تعيش أزمة سياسية وتحركات احتجاجية أعلنت عن عزمها إسقاط حكومة الترويكا التي تقول المعارضة أنها فشلت في تأمين الانتقال الديمقراطي وعجزها عن توفير الأمن ما نجم عنه من تتالي الاغتيال السياسي والأمني. كما تزامنت عملية قتل الجنود 9 مع تصريحات رئيس الحكومة علي العريف التي أكد فيها أن الإرهاب ظاهرة لا تخص تونس فقط وأن دولا عديدة متقدمة تعاني منها. حادثة الجنود كانت مفزعة في تاريخ تونس، حادثة أعلن فيها الرئيس منصف المرزوقي حدادا لمدة 3 أيام. حادثة الجنود لم تكن الوحيدة في تونس. 23 أكتوبر 2013 كان من المتوقع الانطلاق الرسمي للحوار الوطني، إلا أن هذا اليوم امتزج بالدم التونسي باستشهاد 6 أعوام من الحرس الوطني بولاية سيدي بوزيد أثناء الاشتباك مع عناصر إرهابية. دماء أسالت الدموع وأشعلت القلوب بالغضب، فكان الحداد رافعا شعاره على أرواح الشهداء وإعلان إضراب عام في ولاية سيدي بوزيد. نتأسفوا للعملية اللي صارت لزملائنا، فهمتني؟ وإحنا رانا مواصلين العمل بتاعنا 24 على 24، فهمتني ولا؟ وإحنا نقاوموا الإرهاب بإذن الله. نحدوا مع الظاهرة ذي، الظاهرة بتاع الإرهاب ذي، ونحاولوا نقضوا عليها. يد الاغتيال لم تتوقف عن عملياتها الإرهابية لتشهد تونس يوم 17 أكتوبر 2013 حادثة مماثلة لها باستشهاد عون الحرس الوطني كريم الحامدي والملازم الأول محمود الفرشيشي في عملية عسكرية بالبلاط من ولاية باجة للقبض على عناصر إرهابية. وتعظم الحداد في تونس ليعلن رئيس الجمهورية حدادا لمدة يوم على أرواح عون الحرس الوطني. اغتيال الأمنيين خلفت أجواء من الغضب والتوتر، حيث رفع الأمنيون وقوات الحرس الوطني والسجون والإصلاح شعار ديجاج في وجه الرؤساء 3 رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، ورفضوا قبول العزاء منهم وحضور موكب التأبين بساحة العلم بالعوينة. وذكر أمير الحرس الوطني موني الكسيكسي أن ثكنة العوينة لها الشرف أن جلبت الرؤساء 3، ولكن نحن لا نعتبره شرفاً بل تجاهلاً لشهدائنا. وجهة الاغتيال الأمني لم تقتصر على الشعامبي والكاف وسيدي بوزيد، وإنما وصلت إلى بنزرت باغتيال عون الحرس الوطني. أحداث الاغتيال طالت رموز المؤسسة العسكرية والحرس الوطني هي سوابق ومؤشرات خطيرة ينضاف إليها شعار الديجاش الذي رفع في وجه الرئاسة 3 من جهات نقابية أمنية في موقع يحمل رمزية الانضباط والتفاني في خدمة الوطن واحترام القيادة العليا ولا سيما القائد الأعلى للقوات المسلحة. رمزية ثانية لا تقل أهمية من حيث الدلالات السياسية هي أن قاعدة العوينة تأوي ضيوفاً غير عاديين من عائلة المخلوع ووزارية، وهو ما يحيل إلى مقاصد غير بريئة في نظر من يعتبر الأمر ليدخل في باب الثورة المضادة. وفي يوم الحوار الوطني يسقط 7 شهداء من أعوان الحرس الوطني. طرحت عدة نقاط وتساؤلات، فبأية حال ستكون يا تونس؟